السلام عليكم، حلقة جديدة من برنامج المغزى. هي حلقة جديدة لكن ما فيش ولا حاجة جديدة. هلبة سنين في الميزيريا عزلونا على العالم والفساد زادولة في التمديد. هو ضي، هو بنزينة، هم طوابير، هي سيولة، وخالتي بلبولة باعت الفولة وشرت شلق، والخزينة المركزية شربوها كركدة، القدر مولي فطيرة يا جقامات، اتخدت يعمامات وحصدوها البربقة تشاينا. وكان زي ما قالوا التكرار يعلم ردافة، للي ودانهم أطول من الزرافة راهو حالنا مشك. المواطن بدأ يشوف في ضعفه في المواطن اللي زيه وبدأ يلوم فيه على كل مشكلة تصير، وإن شاء الله خير. مش الخير اللي جاينا ليه هلبة وما زال ما وصلش، هذاك حجره صحاح. المهم اليوم الذكرى 56 لتأسيس جهاز الشرطة الليبية. كوسون طيبين يا شرطة ليبية، باوينكم، هذا وقتكم لو تطلعوا، احنا نحتفلوا بيكم بعدين. في خبر يقول ان في طيارة تتبع لشركة البراق نزلت في عاصمة اذربيجان. مليحة اذربيجان، وشركة البراق انفت وقالت لا مستحيلة، مش احنا اللي نديروكي، احنا غير نرجعوا في المهاجرين الغير شرعيين لبلادهم يا ناري. حنينين احنا، حنينين ولا مش حنينين؟ وفي مصدر قال ان هم ما كانوش ماشيين لاذربيجان، لا هم وقفوا شوية غادي بشعبوا بنزين، مع ان الفلايت رايدر رصد الرحلة هذه. فيا شركة البراق فهمونا شن صاير، ما تخش معه. في خبر قالوا ان روسيا بعتت مقاتلين سوريين باش يدعموا الجيش في سرت، ما فهمتاش حتى انا الخبر زيني زيكم. وفي خبر تاني من مكان تاني مقالين الفاغنر الروسية حتى هم حصنوا القاعدة متاع الجفرة. ومن تركينة اخرى يقولوا ان حتى حكومة الوفاق متعاقدين مع اجنبيين باش يجيبوا اجنبيين باش يساعدوهم، هذا طبعا من غير السلاح والسيارات والمعدات والبدالي والجو المليح. بوبا البلاد مش ناقصها شيء، ويطلع لك حد من غادي يقول لك حفتروا باشاغة أمورهم لوز، كأن السنة اللي فاتت ما صارتش. والسراج اللي على الاساس مفروض انه هو مستعد انه يستقيل بيدخلوا كورس لغة، ووكيل وزارة الصحة ويدير في شوبينج، ونسوين لحكومة يديروا فلمات لكن مش عازبين الشعب. والبر 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 لمين برلمانيون معكسين بين الديفان والانتين. المهم حسن، ومع هذا كل الكاوزات مرة مرة تنوط في طرابلس، وعلى اساس وزارة الدفاع متاع حكومة الوفاق داروا له مهزيبة الكترونية باش ما يجرحوا لهمش مشاعرهم. واللي شاد الكهرباء الاستاذ وئام شادها صور وتسريحات، ترى هنا امورهم قاعدة مش مزبوطة، وحسب المصادر ان في بوابات بدت تنتشر بكثرة في الشوارع والاحياء السكنية. واللجنة الاستشارية العليا لمواجهة الكورونا العليا اعطوه الاذن للاوقاف انهم يفتحوا المساجد في اوقات الصلاة، المهم يتخذوا الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل الظروف هذه، اللي هما طبعا بالأحضان وبالبوس وعادي وجو مليح ولا كان في حاجة. الجنوب مظلم كالعادة وصوتهم مش واصل، ولما صوتهم يوصل ولا بيديروا أي ردة فعل كلها تنزل فيهم، وفي ناس وجهات تمسهم يطلع حسهم. فخلونا بالله ناخدوا عينة من الناس اللي في الجنوب ونشوفهم شو بيقولوا. الجنوب كله مشاكل يا سيد، الجنوب يعاني في كل شيء، تبدأ من الكهرباء منقطع لساعات طويلة في اليوم، الناس أرزاقها كلها انتهت، مزارعها انتهت من ناحية الكهرباء، يعني من ناحية المياه نفس الشيء، ما فيش كهرباء ما فيش مية. الوقود بأسعار رهيبة للمواطن، تصل إلى 4 دينار ومرات وفوق. مشاكل كثيرة خاطر السيولة، الناس ما عاش لاقية تاكل، يعني بالنسبة لوضع الجنوب، يعني الجنوب كل الخيرات ليبيا من الجنوب يا اخي. احنا الوقود ما فيش، الوقود ناخذ فيه تو ب 3 جنيه، موضوع صعب شويه يا شيخ. في الشمال الناس تاخذ 15، اللهم لا حسد، حتى احنا مواطنين ليبيين نتمنى نكون نفس المستوى. احنا من 2015 ما تريحناش، من 2015 تحديدا الوقود هذا مشكله في الجنوب. احس معاناه في الجنوب اكثر معاناه من اي مدينه داخل المدن الليبيه. بالنسبة لي كنساء داخل المنطقة الجنوبية صراحة توصيل الصوت فقط يعني للمرأة وما تعانيها يعني من مشاكل قبلية أو مشاكل العامة، الحياة الصعبة هذه اللي توعيشينها. ربي يفرج علينا وعليكم إن شاء الله، وياريت أي حد من أي منطقة يشوف إن صوتهم مش واصل يتواصل معنا، يعني صفحتي يعني صفحة الواب، يا يكتب في التعليقات. وما دامينا اي حاجه تبوا توصلوها ابعتونا يا فيديو يا تسجيل صوتي، بحيث ان صوتكم يوصل من غير اي فلتر. واقف هنا غازي شو بنديروا شباب، شدينا الشعبين مخشينا بعض، ديما هم اللي حاصلين كل شيء، ديما هم اللي يدخبوا فيهم، وديما هم الباور، وديما هم الفلوس، وديما هم السلطه.
توا في انتخابات بلديه، وبما ان احنا خشينا على انتخابات البلديه، البلديه في حد ذاتها ليها هلبة مهام، واهمها تقديم خدمات للمواطن بشكل يومي، يعني الاهتمام بالطرق، الحفر والمطبات، الجرادين، المستوصفات، والحرس البلدي وهلبة حاجات تانية. وبما ان مش حيحس بيك الا ولد منطقتك، فلما بنجون نختاروا حد باش ننتخبوه لازم يكون منا وفينا، لان اختيارنا هو اللي بيحدد مستوى الخدمه اللي بتوصلنا. ولا احسن ان احنا نفوتوا الواسطات متاع العيله، وذاك ولد عمي، وذاك ولد خالي، وذاك ولد عم بو جد البطي، ونركزوا على الكفاءات، ما نركزوش في منو بيخلينا نقشروا من الميزانيه. باهي كيف نديروا؟ اول شيء اللجنه المركزيه للانتخابات تاع المجالس البلديه مديره منظومه للتسجيل متاع الناخبين، يعني تبعت رساله فيها رقمك الوطني ورقم المركز الانتخابي اللي قريب منك للرقم 11711، وبهيك تكون سجلت، وبعدين يوم الاختراع تلقى اسمك في القائمة داخل المركز الانتخابي. ولازم تركز في ولازم تركزوا في اختياركم، لأن بعدين لو الخدمات كانت سيئة الشباب اللي شايف في روحه انه ممكن يخدم بلديته ولاد منطقته رشح روحك حبيبي، رشحي روحك حبيبتي، لأن البلديات دورهم مهم هلبة بشكل يومي، يعني مش زي الحكومة باش توصل فيهم تبي لك قلبها، البلدية في شارعكم تلقاها، والبلدية بالنسبة للعالم والدول المتقدمة اللي احنا أقوى منهم بهلبة طبعاً، شيء أساسي هلبة، وأي حد يكون شاد منصب في البلدية معناها شاد منصب قوي ومؤثر، فضروري نختاروا الناس صح. انتخابات البلدية موضوع مفروض إن خدمي ماليش علاقة بأي صراع سياسي صاير في البلاد، يعني الاستفادة من المواضيع هذه مفروض تكون مباشرة من البلدية للمواطن. فلو جاتك الفكرة وحسيت ان عندك نية تشد مجلس بلدي، تقدر تخش على موقع اللجنة المركزية للانتخابات متاع المجالس البلدية اللي هو ccmcef.ly، وتقرأ نماذج الترشح وشروط الترشح. الموضوع بسيط جدا، المواطن شنو يبي في الاخير؟ يبي حد يقدم له خدمات. لو انت لاقي روحك انك انت حد تقدر تقدم خدمات للمواطن، فرشح روحك، بسيطة. احنا ديما نسمع بانتخابات انتخابات 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 صاروا، انتخابات صوتوا فيهم الناس، انتخابات فرحوا فيهم الناس، انتخابات مفيش حد بيمشي لهم، وطبعا كل مؤسسة وانتخاباتها، وكل مؤسسة اضرب كمان عايزة توب. وهذا كله مفروض المشرف عليه المفوضية العليا للانتخابات، ولا مش عارف شو مسمينها دو ايش يا بين احشيشتهم الجو، هو تلقاه ماشي حاط الدوسين تاع تحت باطة وهاد عليهم طول وبيرسح روحه، والشباب ديما مؤخرين لانهم يعتقدوا ان مش حياكلوا خبزه مع تشوربقه اللي في كل تركينا. لكن احنا ضروري نديروا راي، تخيلوا في كل انتخابات صارت سواء اللي سمعنا بيهم واللي ما سمعناش بيهم، شفتوا النتيجه قدامكم، الناس اللي قاعدين توم متحكمين بكل شيء هادو مفروض في ناس مصوتينهم، ولو ما اهتمناش بالموضوع ومشينا شاركنا ما نضمنلكمش النتيجه الجايه شنو حتكون. وحسب ما قالوا والمفروض ان كل اجراءات الوقايه المعمول بها على مستوى العالم في موضوع الكورونا واخدينه، وحتى الحبر غيروه، يعني ما عادش فيه تخطيط الصوابع، كل شيء من برا لبرا، يعني برا وانت مطمن. وقالوا الامن اموره طيبه غادي. وكمثال مليح طبقوا فيه الانتخابات هذه بلديه غات اللي هي كانت سادس مكان في العالم يدير انتخابات في جو الكورونا اللي صاير، وكانت قمه في الترتيب والالتزام باجراءات الوقايه، وبعدها تجي ككله ومصراته وكلهم نصبوا عمداء بلدياتهم. فتوى فرصة لأي مواطن في طرابلس الكبرى يبي يرشح روحه أو يبي يرشح حد باش يقدم له خدمات، راهي الانتخابات قريب. فلو سمحتم يا شباب نبوا شباب، بروا رشحوا روحكم، بروا صوتوا. البلديات اللي مفروض حتبدأ تنتخب قريبا هي بلدية طرابلس المركز، بلدية حالندلس، بلدية طرابلس المركز، بلدية حايلندلس، بلدية بوسليم، بلدية القرابولي، بلدية تجورة، بلدية الزاوية الغربية، بلدية قصر الخيار، بلدية صبراتة، وبلدية القرابولي. فبالتوفيق إن شاء الله لنا وليكم، صوتوا بالله عليكم. احنا ما زال قاعدين مع الجنوب، لنا حتى السي في قلب جنوبي اليوم، فخلنا نشوفوا شنو نحضرين فريق الأعداد ونولوه. ليبيا بلاد كلها حياة، وجنوبها الساحر على قد ربي مميزة بطيبة أهلها وناسها وتنوع الفنون اللي فيه، على قد ما وهبلة طبيعة وسحر وجمال بين صحاريه وحاته اللي زينها نخيل عمره من عمر الحضارات اللي مرت عليه. جنوب ليبيا حيقعد ديما فضاء الأمان والنقاء، ميستا تراب الذهبي وثروته الحقانية، هي الحضارات اللي مرت عليه والثقافات يلي تميزها من عرب وأمازيغ وتبو، خلت المعالم التاريخية الموجودة فيه يجوها السواح والرحالة من كل مكان،
ومن مدينة جرمة الأثرية اللي نجحت تخلي التاريخ ديما عايش فيها، إلى سلسلة جبال أكاكوس الرائعة اللي ما في سايح زارها إلا ورجع مرة تانية، والوصف فعلا يعجز عن التعبير. الجنوب الغالي كبير وواسع، وتبقى سبها على مر الأزمان هي حصنها الحصين. تميزها مدنها القديمة وزناقيها المليانة قصص وحكايات. الحصيل ولو لفيت الدنيا كلها مستحيل تلقى حاجة أو مكان زي الجنوب الليبي، اللي فعلا هو الجنوب وفعلا هو أسس من أساس ليبيا. ومن جنوبنا المشعادي بكل نمشي نشوفوا شعوبها وأخبارها الغريبة. نحبك يا لولو. صديقي شامية يمر بوعكة صحية، داير عملية على المعلاق واللحمية. ما هو قلنا خلوها حواجب وفكونا من الأحضان والتسليم؟ أو يا ترام ما سمعتش النصيحة وجاتك الكورونا من المستشارة متاعك سببها بوسة، وياما من الناس راحت في سبها بوسة. ونعاود ونقول لك ما تقولش شعبة نقلي فيها. أثيوبيا تبي تطلق قمر صناعي الثاني للفضاء، ونحن عايشين في الفضاء لا خدمة لا قدمة لا ضي. الكونغرس الأمريكي قال لي رئيس تويتر والفيسبوك تعالوا نبوكم شوية، يسر الله ما يطلع عيال ويوروهم رسائلنا على الخاص وتعليقاتنا، اضغط رقم 2 لاختفاء القطة. مرشح برلماني مصري قالوا له ما يصير شيء، موضوعك فيه ترامادول يا نعيمة، وتم استبعاده. الرعيض متاع الزبادي زاقب للشعب الليبي في 500 دولار، وهو مش مسيب ولا احتماد، وقال مشاكل الاقتصاد منها لأن الليبيين مش متاعين بطاقات. والله صحيح. نصيحة شعبة لكم اليوم، كولوا حلقوم ما تقعدش فقوم، ألبس الكمامة وما تحطش على حد اللوم، لأن جايك يوم ديما طيبين يا شياب. وفي نهاية الحلقة نبي نقول لكم نحبكم هلبة، احنا المشكلة واحنا الحل واحنا السند الوحيد اللي ممكن نلقوه لبعضنا في الوقت هو. اشتي خاش، شوفوا حال الناس اللي حالتهم المادية والصحية تعبانة، وما تردوش اي حد محتاج، وساعدوهم وان شاء الله ربي حيساعدكم. منورين هلبة، وان شاء الله من هنا للجمعة الجاية نلقى اموركم احسن حتى ولو شوية. حبوا بعضكم، استمروا في التعقيم، استمروا في نشر الجو الجميل، وما تديروش سحر لبعضكم، ادعوا لبعضكم مش على بعضكم، وان شاء الله ربي يهدينا. السلام عليكم.